مهرجان الجنادرية والزميل خالد التميمي. خالد مساء الخير، هل تسمعني الآن؟ نعم، أهلا وسهلا بك زميلي خالد، أجدد التحية والترحيب بك وبمشاهدي ومشاهدات شاشة قناة الإخبارية. أتواجد الآن هنا في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بنسخته 33، وتحديدا في الجناح الخاص بالسوق الشعبي. هذا السوق يعني لعل الزميل عبد الله يعني يطلعنا على بعض أجزاء هذا السوق الذي يحتوي على العديد والعديد من الأركان المهتمة بالحرف اليدوية، حيث يحرص هذا المهرجان على دعم الحرفيين والذين يمثلون مختلف الحرف من كافة مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال اختيار الحرف اليدوية لكل منطقة وفق ضوابط وآليات خاصة. هذه الحرف تجعل الزائر يدرك ما كان عليه الآباء والأجداد من معاناة من خلق تلك الحرف. الآن يعني نعود يعني مع أحد الحرفيين هنا داخل السوق الشعبي والمهتم بحرفة التحنيط. في البداية أهلا وسهلا بك، نرحب بك عبر شاشة الإخبارية. سؤالي لك، أو قبل سؤالي، نتعرف عليك. يوسف علي بن أحمد، منطقة الأحساء، قرية الشعبة. حياك الله أستاذ يوسف. يعني نشوف ما شاء الله التحنيط، هذا كلنا نسمع بالتحنيط ونشوف حيوانات محنطة، لكن يعني ودي تطلعنا على تفاصيل أكثر يعني من هذه الحرفة. الحرفة هذه يا طول العمر أخذتها من الصغر وحبيتها، مشيت طبعا فيها، كانت بدايتي صرت الضب وجبتها عندي في البيت. عندي ولد خاله منصور وهب الصبي، قال لي ايش رايك نحنطه يا يوسف؟ قلت نحنط، كيف طريقة التحنيط؟ قال سهل، تمسك الضب والذبحة، بعد ما الذبحة تغسل بالمية وتحط فيه ملح وصابون، هذه بدايتي. بعدين أخذت الفكرة وطبقت والحمد لله نجحت ورت هي، قال ممتاز يعني. ومن ذاك اليوم لليوم مشيت فيها طبعا العملية ذي، بعدين أخذت عن طريق ابتكار واحتراف لمن وصلت للمرحلة اللي وصلت لها الحين. كم سنة؟ يعني حوالي ممكن فوق العشرين سنة وأنا حنط. ما شاء الله. طيب وش الأدوات اللي تستخدمها في التحنيط؟ الأدوات في التحنيط نستخدمها الحين طبعا طورتهم، نستخدم المواد طبعا التحنيط، الفورمالين، البوركس، البودرة، الشب، الملح، النورة. ما شاء الله. طيب هذه الحيوانات يعني هل تقوم بصيدها أم ماذا؟ لا، هذه الحيوانات نشتريها من حديقة الحيوان ميتة ونقوم بتحنيطها. يعني تقوم بشرائها؟ اي اشتريها طبعا من حديقة الحيوان اللي موت عندهم، واشتريها طبعا بمبالغ، واقوم احنطها واحتفظ بها واشارك بها في المهرجانات، ولا بنا احنط لاي حاجه طبعا عنده ولا ذا احنطها له. طبعا يعني ما شاء الله نشوف الحيوانات المحنطه، يعني عد العديد من الحيوانات يعني مثل ما تشاهدون مشاهدينا الكرام. يا ليت يعني تعطينا يعني اكثر حيوان يعني كان في صعوبه في التحنيط واسهل حيوان. صعوبه في التحنيط في الوعل الهولندي الغزال، هذا هو ذا اخذ مني يمكن 4 أيام احنط فيه، لان ذا لازم التحنيط تفرغه كله من جوا. لو فرغته من جوا تغسله بالميه، بعدين تحط له الحديد، تجيب ماكينه اللحام. لو جبت ماكينه اللحام تلحم داخل، الله يكرمك، الحيوان هذا، بعدين لو لحمته بطريقه جيده تقوم تحشيه طبعا، تحط له الملح وتحط له طبعا البوركس، بعدين تحشيه بالقطن. جميل. طيب اسهل حيوان في التحنيط؟ اسهل حيوان العقرب عندي. تخاف من العقرب؟ لا ما اخاف، لان انا صراحة أنا عندي طبعا أحب أقتني الثعابين والزواحف. طبعا تأخذه هو يعني يكون ميت، يعني ما تقوم بصيده يعني. إيه لا طبعا، العقارب عندنا في منطقة الأحساء لأن الأجواء حارة تطلع نصيدها في أيام الصيف، ونقوم نحنطها ونعرضها في المدارس. لسويت طبعا معرض في أي مدرسة، أقوم أعرض لهم جميع أنواع اللي عندي اللي أقدر أصطادها من البر. شكرا جزيلا لك. شكرا. السلام عليكم، حياكم الله وشرفت بكم الله. يعطيك العافية. نعم زميلي خالد، يعني مثل ما تشاهدون، الجديد بالذكر أن يوم الأمس يعني شهدت منطقة الرياض موجة غبار، اليوم الأجواء صافية، الأجواء ممتعة للزائر لكي يزور هذا الكرنفال وهذه المناسبة الحضارية التراثية الثقافية. كان هذا بعض ما لدي من هنا من داخل هذا المهرجان ومن داخل السوق الشعبي. الآن أعود إليك في الاستوديو زميلي خالد، إليك الكلمة والصورة، تفضل.